بيكو وحكاية يوم جديد مع بعض بنفتكره زي النهاردة. زي النهاردة 5 يناير سنة 1896 كشفت الصحيفة النمساوية عن اكتشاف نوع من الإشعاعات اللي تعرف بعد كده باسم الأشعة السينية. أما سنة 1911 اتأسس نادي الزمالك للألعاب الرياضية في القاهرة تحت اسم نادي قصر النيل، وسنة 1919 اتأسس الحزب النازي الألماني. وزي النهاردة سنة 1940 كانت أول تجربة للراديو FM. أما عن مواليد زي النهاردة، فزي النهاردة سنة 1931 اتولد الممثل الأمريكي روبرت دوفيل، واللي من أعماله The Judge. وعن اللي رحلوا عن عالمنا زي النهاردة، فسنة 1933 رحل رئيس الولايات المتحدة الـ30 كالفين كوليدج. أما عن الأعياد والمناسبات، فزي النهاردة 5 يناير من كل سنة هو يوم لعبة جو في اليابان. وفي نفس اليوم 1966 اتعرض لأول مرة فيلم صغيرة على الحب، حوار أبو السعود الإبياري، سيناريو عبد الحي أديب ونيازي مصطفى، وإخراج نيازي مصطفى، والفيلم طبعاً من بطولة سعيد حسني، رشدي أباظة، نور الدمرداش، عدلي كاسب، سمير غانم، ونادية الجندي. وفيلم صغيرة على الحب هو الفيلم 35 لسعيد حسني. وزي النهاردة سنة 1978 اتعرض فيلم أحلى أيام العمر لأول مرة بسينما ليدو بالقاهرة، والفيلم من إخراج حسن الصيفي وبطولة حسين فهمي، ميرفت أمين، ناهد شريف، سمير غانم، جورج سيدهم، وعماد حمدي. أما سنة 2006 كان العرض الأول لفيلم ويجا، تأليف وإخراج خالد يوسف، وبطولة هاني سلامة، هند صبري، منى شلبي، شريف منير، دولي شاهين، وبشرة. خلصت حلقتنا، وبكرة حكاية يوم جديد زي النهارده.